عليكم شباب. السلام. هذا تليفون 14 مبروك الكوفة لقيناها مع الإيرانية. رفع الكاميرا مو هنا. ظهره حبيبي. هذا مع الإيرانيات طايح من عند الخطيب الحكيم العام. اي تاكسي انا جاي. انا جاي بالطريق. اي بالطريق. 5 دقائق. هذا راح ناخذ المستشفى الحكيم. لا ثاني مره. ايش بين المستشفى هاي البنت تليفونها ضايع وجايين للمستشفى الحكيم. حتى تكبر. اي احنا جايين بالطريق الا 5 دقائق. شاطة عليه. انا جاي هاي النفرات. اي هسه هاي راح اوصل. اي تقل هسه يمتى ما تكتبوها. يلا قلنا خلت تنتظر شوي. اليوم